اهلا بيكم حلقه جديده من حلقات عرفت ربي، وهنكون بنكمل موضوعنا عن سن المراهقه. مين هو المراهق ده، وايه هي اهم السمات اللي لازم ناخد بالنا منها لما نعرف ان ابننا او بنتنا دخلوا سن المراهقه؟ المراهق ده ببساطه هو الطفل اللي لسه بيكبر والكبير اللي لسه صغير. صعبه دي فزوره؟ هي لا صعبه ولا فزوره ولا حاجه. في الحقيقه هو ده تعريف المراهقه، هو الطفل اللي بينتقل من مرحله الطفوله لمرحله الشباب. هو فعليا لسه ما انتقلش، هو في الطريق. فالمراهق ده بيكون واحد كده في النص، هو لسه ما بين ان هو صغير ومن هو كبير. تبدأ مرحلة المراهقة في عمر ال 11 سنة، ممكن تستمر معنا لحد عمر ال 20 سنة على حسب التعريفات العلمية. من سن 11 ل 13 سنة بنسميها مرحلة المراهقة المبكرة، ودي المرحلة اللي أولادنا فيها بيبتدوا يكبروا، بتبتدي تظهر عليهم كل التغيرات الجسدية، أجسامهم بتكبر بشكل مفاجئ، وزنهم بيزيد، ويبتدي ده يظهر عند الولد والبنت. من سن 13 ل 15 سنة هي مرحلة المراهقة المتوسطة، ودي اللي بنسميها مرحلة البلوغ، ودي بتكون أهم وأصعب مرحلة، لأن دي المرحلة اللي بتظهر فيها كل التغيرات حتى على المستوى النفسي، من الانفعالات وكل التغيرات الاجتماعية اللي بتحصل في حياة المراهق بتحصل في العمر ده. من سن 16 ل 18 سنة، واللي زي ما كنا بنقول ممكن تمتد معانا لسن 21 سنة، بتبتدي كل التغيرات بتاعة الجسم تهدى، ويرجع المراهق أو يرجع الشخص ده مرة تانية لريتم نموه الطبيعي جداً، ونبتدي كده نشوفه كشخص كبير وراشد قدر يعدي من مرحلة المراهقة بسلام. إيه هي بقى أهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها في طول المرحلة دي، وإيه هي أهم السمات اللي بتحصل في حياة المراهق ده؟ أول حاجة، ودي اللي دايماً بنأكد عليها وبتميز كتير مرحلة المراهقة، هي مرحلة التغيرات الجسدية. وليه بأكد عليها كل مرة؟ علشان الطفل بيبتدي يتغير على المستوى الجسدي. بس بفكركم بحاجة مهمة، ان كل شخص وان كل واحد فيهم هيكون له رتم في النمو. مفيش حاجة اسمها ان في حد كبر وحد لسه ما كبرش، في حد دخل مرحلة المراهقة وحد لسه ما دخلش، هيكبروا بطريقتهم وبرتمهم. الحاجة التانية هي التمرد، هو بيكون رافض لكل شيء بيحصل، بيكون رافض لكل القواعد اللي اتربى عليها سواء في الأسرة أو في المجتمع. هو عايز يكون عنده رأيه الخاص المستقل اللي ملوش دعوة بحد. بيبتدوا المراهقين دولت ينسحبوا من العالم بتاعنا ويروحوا لعالمهم الخاص، هم عايزين يكونوا لوحدهم، يكونوا حياتهم لوحدهم، ويكونوا عالم كده بعيد عننا، وبيحاولوا دايما يكونوا بيستقلوا عننا دايما. ان المراهق ده بيكون مش متوازن نفسيا، زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان هو ساعات بينفعل كتير، ولكن اوقات كتيره هنلاقيه بيميل للعزله وعايز يكون لوحده، وساعات كتير بنلاقيه شخص اجتماعي جدا وعايز يتكلم مع كل الناس. ليه بنشرح كل السمات دي، وليه بنحاول نقول لكم ان كل ده اللي بيحصل في حياه المراهق؟ لان احنا بنحاول نبين دايما في حلقاتنا بانه المراهقه هي مرحله تغيرات صعبه وكبيره بتحصل في حياة الطفل. افهموا اللي بيحصل عشان تقدروا تفهموه وبتساعدوه. لو كانت طريقتنا القديمة في التعامل معاه هي الأوامر والزعيق، يبقى المرحلة دي مش هتعدي مننا بأحسن حاجة ممكنة، ولكن احنا محتاجين نكون بنغير الطريقة دي وبنعدي المرحلة دي بكل أمان. هنقول لكم كده على شوية حاجات تقدروا تعملوها عشان فعلا تعدوا من المرحلة دي بكل أمان. أول نقطة هي العلاقة مع المراهق، واحدة من أهم الأدوات اللي نقدر نستخدمها، لأنه إحنا إذا ما كانش عندنا علاقة معاه أكيد مش هنفهم إيه الطريقة اللي هو بيفكر بيها ولا بيتصرف بيها. خلينا كده هادئين وصبورين، ونحاول نكون بنساعده عشان يقدر يعدي هذه المرحلة. رقم 2، المراهق دايما عنده احتياج للشعور بالأمان وبالقبول. هو أصلا عنده رفض لكل حاجة بتحصل، فدايماً حاسس إنه إحنا رافضينه. لما بنعلق كتير على تصرفاته بيحس إن إحنا رافضين كل حاجة في حياته ومش عايزينه أصلاً يكون موجود في حياتنا. رقم 3، هتساعدوا بيها المراهقين إن أنتوا تسمعوهم أكتر ما تكونوا بتتكلموا. هما محتاجين يعبروا عن نفسهم، هما مش فاهمين اللي بيحصل في حياتهم، وهيكونوا محتاجين إنهم يتكلموا، فمحتاجين إن إحنا نكون بنسمحهم أكتر ما بنتكلم. رقم 4، محتاجين نمنح لهذا المراهق بعض من الخصوصية. هو عايز يكون بيعيش حياته بشكل مستقل، دي سمة من السمات اللي بيها هو بيكبر وبيعبر بيها عن نفسه وهو بيكبر. فكرة ان احنا عايزين نتدخل في كل حاجة في حياته حاجة مش هتساعدنا
ابدا. احنا محتاجين فعلا نديله شويه خصوصيه في حياته، محتاجين نقبل اختلاف الاراء واختلاف الاجيال. هما فعلا مش زينا، واحنا كمان ما كناش زي اهالينا لما كنا في سنهم، والطبيعي جدا انهم يكونوا مختلفين عننا، والطبيعي انهم يكونوا بيتغيروا. اقبلوا ان هما مش زينا، بلاش دايما نبقى بنقارنهم بحياتنا، بلاش دايما نبقى بنقارنهم بينا لما كنا في نفس عمرهم، لان دي كانت دايما كمان تعليقات اهالينا. الصبر والهدوء والحكمه في التعامل، لانه زي ما كنا بنقول العصبيه والزعيق والعنف بكل تاكيد هيردهم المراهق، ودي من اصعب المشاكل اللي بتواجهنا، انه الاهالي دايما بتقول ابتدى يرد عليا، ابتديت كل ما بقول له كلمه بيردها وبيقول ان هو مش قابل الطريقه اللي انا بتكلم بيها معاه. لو عملنا كل ده، هل المراهقين دول هيكونوا بيستجيبوا؟ خلاص بيسمعوا كلامنا؟ ما يبقاش عندنا معاهم اي مشاكل؟ الاجابه لا، ومش دايما هيكون مش عندنا معاهم اي مشاكل. كل السمات اللي احنا قلناها دي علامات نمو، دي مش حاجه المراهق قاصد يضايقنا بيها، دي الطريقه اللي هو بيكبر بيها. هو خلاص عايز يكون عنده شخصيته وحياته المستقلين عننا. اقبلوا ان هم بيكبروا، اقبلوا ان هم عندهم بعض من التمرد والعند. بمناسبه العند ده بقى، هنعمل ايه مع المراهق العنيد؟ كنا زمان وهو صغير بنعرف نتصرف معاه، بس دلوقتي بعد ما كبر هل يا ترى هنعرف نتصرف معاه؟ الحلقه الجايه من حلقات عرف تربي هنكون بنتكلم فيها عن المراهق العنيد وازاي هنكون بنتعامل معاه.